لازم الماتش بتخاف من الهواء يعني. احنا لو اي حاجه اتعملت على اساس مظبوط واتعملت بطريقه علميه مظبوطه، ولو ابتدينا نشخص اي مشاكل دي وقت ما تحصل ونعالج هذه المشاكل مش هيبقى في مشاكل. يعني لو اي حاجه في الدنيا تتعمل على اسس مش مظبوطه هيبقى فيها مشاكل. فاحنا عندنا عمليات بتتعمل في وقت قليل جدا في اقل من ساعه، بيجي يقعد يوم واحد في المستشفى وبعد كده حياته تتغير للابد. بعد كده بيخش مجرد شخص ما فيهاش خطر، ما تبقاش فيها انهيار العملية، فيها خطورة زي أي عملية يعني. في نسبة مضاعفات لأي عملية، لو حد جاي من زايدة دي حد جاي من البطارية، فأنت عندك نفس نسبة مضاعفات وكلها لو حضرتك بتتشخص. طب الأسعار بتبقى بتنزل يعني على قد وجود المصري ولا بتبقى المستهلكات هي اللي بنعمل بيها العمليات هي اللي مغلية جدا في تكلفة إجراء هذه العمليات. فاحنا الحقيقه في مستشفى الدمجات احنا عندنا قسم جراحات سنه مشروطه، وده من بقالنا من سنه 96 بنعمل جراحات سنه مشروطه قدام كام. عندنا اكثر من 32 عضويه تدريس كلهم حاصلين على الدكتوراه في الجراحات العامه او جراحات السنه. ووصلنا ان احنا الحمد لله بقينا كل الادوات اللي بتستعمل في العمليه هناك في دمجاش اللي هي مجاني ومفروض كلها بتستعمل مره واحده، مفيش حاجه بتستعمل مرتين. زي احنا للاسف في بعض المراكز في مصر عشان تخفض الاسعار بيستعملوا ادوات اكثر من مره، والعين بيجيله مشاكل كتير في الدمجاش. فالدمجاش كل حاجه بتعمل بدون زمان بمقاييس رمزيه، وفي بعض الاحيان مجانا بالكامل، بس طبعا بيبقى في قناه انتظار الكلام ده. فالمريض اللي عنده مشكله وما عندوش امكانيات يتوجه لمستشفى الدمجاش وبتبقى امكانياته.